بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة وستر العائبة، ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة. هذه الجمل من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، التي هي أوصاف للصالحين باعتبار أنها حلية لهم، وللمتقين باعتبار أنها زينة لهم. ولين العريكة، هذا من حلية الصالحين ومن زينة المتقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالح من حليته لين العريكة، والمتقي من زينته لين العريكة. العريكة فسرت بالطبيعة، ولكن المعنى المستفاد من استعمال هذه الكلمة في شتى الروايات ومختلف الكلمات البليغة، المعنى أوسع. العريكة الجلد الأديم، يدلك يفرك، هذا يسمى بعركة. عرك الأديم في كتب اللغة الجلد يعني دلكه، هذا يستفاد في معاشرة الناس بعضهم لبعض. لين العريكة من زينة المتقين، من حلية الصالحين، يعني الإنسان الصالح في منطق الإسلام، الإنسان المتقي في منطق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، معاشرته مع الناس، ارتباطه مع الناس، ارتباط لين، معاشرة لينة مو معاشرة خشنة. لين العريكة أو شدة العريكة، في نهج البلاغة أكو في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألينهم عريكة. هذا ضميرهم يرجع إلى الناس. يعني التعامل مع الناس يكون تعامل لين. في كل المجالات،
نحن هم إذا أردنا أن نتحلى بحلية الصالحين ونتزين بزينة المتقين، علينا أن نتخذ من لين العريكة، لين المعاشرة، لين المخالطة مع الناس، لين التعامل مع الناس، نتخذ منه خصلة. هذا ممكن؟ ممكن. كل شيء في الإنسان ممكن. أحياناً أكو بعض مراتب هذا الخلق يكون صعب، وبعض مراتبه يكون سهل، وبعض مراتبه أسهل، وبعض مراتبه أصعب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذه أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يقول تعلموا من النبي، تأسوا برسول الله، اقتدوا برسول الله. رسول الله هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. في الدنيا صعب هذا الشيء، مو سهل. كل مرتبة راقية تحصيلها صعب. طالب علم يدرس يصير مجتهد سهل؟ صعب، صعب. طالب يروح للجامعة يدرس يصير مهندس، يصير طبيب، سهل؟ صعب، متاعب أكو في الطريق. رجل معدم فقير يكتسب، يكتسب حتى يصير تاجر مليونير، سهل؟ لا، صعب. يرجو الله واليوم الآخر سهل يكون؟ هذا طبيعي أن يكون صعب. ولكن صعب ممكن، ولكن صعب ينبغي للإنسان أن يتحمله. ألينهم عريكة. أكو في أحاديث عديدة، منها كما ببالي عن الصادق عليه الصلاة والسلام، مضمون الحديث أن الأخلاق، الفضائل على قسمين، ولعل المضمون يستفاد منه أنه مراتب الفضائل على قسمين. قسم طبع، وقسم كما في الحديث نية، يعني تطبع، يعني تحميل، يعني تصنع، يعني شوية شوية حتى الإنسان يكتسب هذا الخلق. الأشياء التكوينية غالباً عادةً يو لينة يو شديدة، صخر أصم، هذا الشديد، كل شيء يصطك بالصخر، الصخر يرجع ما يأخذ ما يحفظ. الماء لين، كل شيء يسقط في الماء، الماء يأخذه. ورقة أتكم أو صخرة أتكم، والصخرة بالعكس. هذا الإنسان أنا وأنت بإمكاننا أن نكون كالماء لينا، كل شيء نتحمله.
وبإمكاننا أن نكون كالصخر شديدا، لين العريكة أو شدة العريكة الإنسان يكون عنده. هذا في الأقوال، في الأفعال، في السراء، في الضراء، في الشباب، في الشيخوخة، في السفر، في الحضر، مع الأهل، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الأعداء، على الإصطلاح العلمي بالحمل الشايع يقال فلان لين العريكة. هذا يحتاج إلى طول المدة، أو يقال فلان شديد العريكة. القرآن الكريم لرسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أفضل البشر، أحسن البشر خلقا، قمة ما خلق الله مثلها، وشاءت الإرادة الإلهية أن لا يثنيها، لا يخلق مثلها أبدا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نفس رسول الله، أما كما في الحديث المروي عنه يقول: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القمة الشاهقة، يعني أفضل ما ومن خلق الله، وما ومن سيخلق الله. القرآن الكريم يقول عنه بالنسبة إلى لين العريكة، هاي لين العريكة كلمتان بس أعظم وأضخم من جبال هيمالايا، جدا أضخم من جبال هيمالايا، لأن فد يوم جبال هيمالايا الله ينسفها نسفا، ولين العريكة ما ينسف، ما ممكن نسف. يمكن المواجهة معه، أما نسف ما يصير، بل يقوى أزيد، بل يعظم أزيد، بل يرتفع أزيد. في هذه الخصلة دققوا، تعبير القرآن، والقرآن كلام الله، لا أدق من القرآن في كل ما يحكى من كلام، ولا أشمل ولا أعمق من القرآن. هذا الرسول صلى الله عليه وآله في قمته، وهي فوق كل القمم في الخلق والفضيلة. القرآن يعبر بالنسبة إلى اللين، يقول: فبما رحمة من الله لن، أنت يا رسول الله أنت قمة ما خلق الله، ولكن في هذا اللين منك مع الناس، مع المشركين، مع الكفار، مع المنافقين، مع المؤمنين بك، حتى أنت برحمة الله حصل لك هذا المقام. هذا ما باللغة العربية بالنحو يقولون عنها ما مؤكدة زائدة، ليس لها معنى، من الحروف الجوفاء اللي لا معنى لها. فبما رحمة من الله، يعني برحمة،
والجر في رحمة بالباء حرف الجر، ووجود ما لا يمنع هذا الفاصل، يعني فهذا للتأكيد. يعني إذا أردنا أن نقول برحمة الله لنت لهم، ثم نؤكد هذه الرحمة، يعني سببية الرحمة ومعلولية لين رسول الله عن هذه الرحمة، إذا أردنا أن نؤكد نقول بما، فبما رحمة من الله، من الناحية الأدبية هالشكل. يعني المعنى يكون كما يقول المفسرون، يعني هذا الأمر وهو أن تعاملك يا رسول الله مع الأمة ومع غير الأمة، تعاملك باللين هذا بالتأكيد برحمة من الله. إذا رسول الله الشكل أنا وأنت نستطيع نحصل لين العريكة بأنفسنا، أيضا لازم نتوسل بالله، نستشفع بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا يحتاج دعاء وعمل، دعاء وعمل. أنا بمناسبة هذه الكلمة من الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء الرفيع الرفيع الرفيع، أنا مكرر ذاكر لبعض الإخوان وأحاول أن أوفق للعمل بما هذا الأمر، بما أقول في هذا المجال، أنه الإنسان هذا الدعاء على الأقل بالأسبوع مرة يدعو الله تعالى بهذا الدعاء، وبتأمل ولو تأمل سريع حتى يوفق النفس. هواية صعب تصقيله تحجيمها تصقيلها، هواية صعب، ولكن ماكو شارة، ماكو شارة. أمام كل واحد منا عقبات، عقبات كل واحدة منها يشيب الرضيع، يشيب الرضيع. إذا ما نستعد لها ألمنا طويل والعياذ بالله، وألمنا كثير. لو عاينتم ما عاين من كان قبلكم لجزعتم ووهلتم، والهذا وأنذرهم يوم الحسرة، والهذا الحديث الحسرة للمؤمنين أيضا. شو كان يقدر، كان بإمكانه يصنع نفسه، ليش ما صنع؟ وديش قد يتحسر، مو سفرة أسبوع وشهر وشهرين وثلاثة أشهر الصيف وتخلص، ألوف السنوات، ملايين السنوات حسرة لا تنتهي. أمس، ليلة أمس بالذات، كنت عند مجموعة من الفقهاء ومراجع التقليد، أحدهم نقل قصة، قصة مفصلة، أنا أذكر قطعة منها. قال المرجع الفلاني المتوفى، كنت جالس عنده في صحن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في النجف الأشرف، مباحث علمية نتحدث،
يقول بل أثناء مرسقاء. سابقا أنا أتذكر في النجف، في كربلاء، في الكاظمية، في سامراء، كانوا ناس، لعله في إيران هم الشكل، كان أنا ما كنت ذاك الوقت هنا في إيران، كانوا ناس يأخذون سقائين، بعضهم للثواب، بعضهم كمهنة وعمل لهم يستعيشون منه، يأخذ جرة ماي وبعض الأواني، أما واحد من أهل الخير ينطف الفلوس يسوي سبيل، يعني مجان خيرات لأمواته، أو هو يسوي سبيل أو يبيع. يقول فت سقاء مر في صحن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا مرجع التقليد في وقت مرجعيته، والسقاء رجال شايب حامل جرة بصعوبة. يقول هذا مرجع التقليد، قال لي تشوف هذا السقاء أنا وياه في هذا الصحن الشريف قبل مثلا 30 سنة أكثر، كنا ندرس الدروس الدينية، هم كان واحد من الطلبة وأنا هم واحد من الطلبة، وكان الزميل دراستي وكنا نتباحث معا، وكان أقوى حفظا وذكاء مني، ولكن في أثناء الطريق شاف طريق صعب، معيشة صعبة، يرد لها تحمل زايد، فبطل وراح اتخذ مهنة اللي يكون هم يطلع فد لقمة عيش في نفس الوقت، فد عمل يكون فيها ثواب، لأن سقي الماء فيها ثواب عظيم. هذا صار مرجع تقليد، تحمل كم يوم وذاك بقى صار سقا. وبعدين راحوا سألوا من السقا، قال أنا ليل ونهار أتأسف، لكن صابر هالكم يوم هالكم سنة، هذا خو مو بشر صبر مثلي، مو بشر مثلي صبر لحق، هسه 30 سنة الدنيا تخلص، 50 سنة تخلص، 100 سنة تخلص، الآخرة ما تخلص، ماكو شارة، ماكو شارة. الإنسان أمامه عقبات، عقبات لازم يستعد لها. سلام عليكم ورحمة الله. قد يكون فد شيء مو ممكن، أما هذا ممكن، تهذيب النفس ممكن، ممكن وقت هواية هم ما يريد، وقت هواية هم ما يريد. الإنسان يصمم على أن يكون لين العريكة، حتى عندما يقال فلان الناس يعرفون منه أنه لين العريكة، بالعكس تشوف بعض الناس شديد العريكة وبعض الناس متوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا المتوسط أحسن من شديد العريكة. بس ليش الإنسان يمكنه؟ والمفتاح بيد كل إنسان، بيد كل إنسان، إذا لم يكن المفتاح بيدي وبيدك لبطل الثواب والعقاب، مفتاح بيدي وبيدك. قصة يرويها العلماء في كتبهم، علماء المسلمين مختلف مذاهب المسلمين مختلف طوائف المسلمين، ذاكريها لعلكم شايفيها، مر عليكم القصة سامعيها. في الروايات أكو في نبوة رسول الله صلى الله، ما أدري هذا الكلمة في نبوة رسول الله ليش،
مع أن القصة لا مورد لها إلا في نبوة رسول الله. قصة رسول الله من قصص رسول الله صلى الله عليه وآله مع عائشة. رسول الله تزوج بعائشة بعد النبوة، على المشهور قبل نبوة رسول الله عائشة مو في الدنيا، ما مولودة. عائشة ولدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليش بالروايات في مختلف الكتب أكو في نبوة النبي، في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لعله يجوز واحد ما يعرف التاريخ. هاي نكتة المؤرخون ذكروها، التاريخ موجود، في الروايات موجودة. ولين العريكة كان ألينهم عريكة، تعامل تعامل لين بما في الكلمة من معنى. مضمون القصة أنه صار كلام بين رسول الله وبين عائشة في نبوة رسول الله. هو عائشة مو مولودة قبل النبوة، هي مو مولودة هنا قبل، في نبوة رسول الله. عائشة جر رسول الله للمحاكمة إلى أبيه، عند أبيها أبي بكر، محكمة شكلت، أبو بكر الحاكم، المتخاصمان الزوجان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة. قبل لا يفتح النبي فمه بالكلام، عائشة حسب فهمها انتبهت إلى نكتة ذكية وتوجهت إلى رسول الله. يجوز حجرة صغيرة وثلاثة أشخاص مو أكثر، رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعائشة، ولكن القصة انتشرت في التاريخ ووصلت حتى هذا اليوم، حتى في هذا المكان، وتبقى القصة عبرة وعبر التاريخ. عائشة قبل لا يفتح النبي فمه بالكلام توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النص اللي المؤرخون والرواة من مختلف المذاهب ينقلوه، اللي أنا شايفه توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له: تريد تحكي احكي صدق، قل ولا تقل إلا حقا. شنو معنى؟ يعني رادت تستدرك الموقف ليكون النبي نعوذ بالله يكذب عليها ويربح المحكمة، ليكون يقول فد شيء مو حق باطل يجر الحكم بجانبه. قل ولا تقل إلا حقا. شنو موقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ شخص في مستوى الرسالة، وهو يعرف نفسه أحسن من غيره، هو يعرف نفسه وبس قال الله يعرفني وعلي، ويعرف نفسه، ما عرفني إلا الله يا علي، ما عرفني إلا الله وأنت.
موقف رسول الله صلى الله عليه وآله هو لين العريكة. لين، شوفوا لاحظوا هسه إذا ما ملاحظين القصة، لاحظوا التواريخ، لاحظوا الروايات. رسول الله صلى الله عليه وآله حتى هذه الكلمة ما ردها عليها، حتى هاي الكلمة. يعني ما قالت أنا ما عند، ما قال صلى الله عليه وآله أنا ما عندي غير الحق، أنا ما عندي غير الصدق، حتى هذا ما رد عليه إلى هالحد. نعم إلى هذا الحد. قصة أخرى، قصة رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه من الأغلاط حسب الروايات، من الأخطاء، من المغالطات الشائعة المشهورة المنتشرة في كل قوم وكل أمة وكل لسان. الإنسان اللي يعرف عدة ألسنة يعرف أنه هذا في كل لسان. يقول فلان 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 هذول إذا يحجون علي هذول أعداء ما يخالف، بس ليش فلان هذا صديق، هذا من عدنا، هذا قريب، هذا ابن عمي، هذا أخويا، هذا تلميذي، هذا أستاذي، هذا زميلي. الرسول صلى الله عليه وآله يؤكد قولا وعملا حتى هذا فرق ماكو. لين العريكة، العلماء يقولون حذف المتعلق يفيد العموم، هذا بس بالفقه، هاي مسألة أدبية مو مسألة شرعية. في الروايات المتعلقة بالأحكام الشرعية الفقهاء يستفيدون من هذه مسألة الأدبية اللي تصنع الظهور العقلائي اللي هو حجة في كل مورد في الكتاب الكريم وفي السنة الشريفة. هناها أكو هنا قيد في كلام الإمام السجاد صلوات الله عليه في دعائه ولين العريكة مع الأعداء لا مع الأصدقاء، أكو حتى مع الأصدقاء، حتى مع أقرب الأصدقاء إذا خشنت عريكته اشتدت عريكته معك أن تتبع رسول الله وتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وكن لين العريك. سلفا قلت مو سهل، صعب، ولكن ماكو شارع. الإنسان إذا ما يتحمل هذا الصعب يتحمل العقبات الكؤوت، وتحمل تلك أصعب. القصة الثانية، نادرة الثانية، وأمثالها مئات ومئات في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة قطيفة الحمراء، اللي باعتبار أن فيها آية في القرآن وما كان لنبي أن يغل. هاي القصة مروية في مختلف التفاسير، في كل التفاسير، على ما في تفسير مجمع البيان، تفسير التبيان، تفسير الصافي، تفسير الكشاف للزمخشري، غيرها. وفي الروايات في البحار موجود، لعله في الكافي أيضا أنا شايف القصة. في حرب بدر المسلمون انتصروا، الله نصرهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، نصرهم على الكفار، كفار انهزموا، قتل بعضهم، أسر بعضهم، انهزم بعضهم، بقيت الغنائم، الغنائم فلوس، ذهب، فضة، خيول، جمال، بعران، دواب، أثاث،
أمتعة، أواعي، ألبسة، كل شيء، وسائل حرب، أسلحة. وبضمنها لعل قيمتها بالنسبة إلى الغنيمة أقل من 10,000. قطيفة حمراء، قطيفة حمراء يعني فد فراش، فرش خفيف، لون القطيفة كانت حمراء. هذا اللون يثبت نفسه في الأعين. فد مرة القطيفة ضاعت، فقدت، ما لها قيمة القطيفة يعني بالنسبة إلى الغنائم، شي قليل، فقدت. وين القطيفة؟ لأن مبينة، المسلمون شافوها، فما هي؟ وين صارت؟ قبل تقسيم الغنائم. رسول الله صلى الله عليه وآله له الحق من الله سبحانه وتعالى، وله الحق سياسيا، وله الحق اجتماعيا، أن من بعض الغنيمة يصطفي شيء، يختار، ينتخب لنفسه. هذا ما له كلام. ممكن رسول الله صلى الله عليه وآله هاي القطيفة يأخذها لنفسه، ينتخبها، يختارها لنفسه. قال وين القطيفة؟ وين صارت هاي القطيفة الحمراء؟ وينها؟ من شالها؟ طلع واحد من الأصدقاء، من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، يصلي مع رسول الله، يصوم مع رسول الله، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع قال رسول الله هو غلها. هاي الكلمة بالعراق إلى الآن تستعمل، غلها يعني خشها، يعني سرقها، يعني لاحظ أعين الناس ما حد مدى يشوف وضمها. ما قال رسول الله انتخبها لنفسه، وهذا مو من المشركين، مو من أهل بدر، من ذاك الجانب، من أهل بدر من جانب رسول الله، البدريين يعني الذين حضروا حرب بدر، حضروا الدفاع مع رسول الله في موقعية بدر. بدريين بهذا المعنى، مو يعني من قتلى بدر، بدريين في الزيارات والروايات يعني المقصود بهم قتلى بدر، لا من الذين حضر أولى حروب رسول الله، ولعلها من أصعب حروب رسول الله على المسلمين. مسلمون قلة، أسلحة ما عندهم، تعود على الحرب ما عندهم، ما متعلمين، ما يعرفون، والكفار مدججون بالسلاح، وكثيرون أضعاف المسلمين عددهم، أبطال ممارسات عددهم. الله نصر المؤمنين ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الكفار. هذا واحد من القريبين، يقول هذا البعيدين ما يخالف يحجون علي، بس ليش فلان، ليش فلان، حتى فلان. ليس المهم أنا وأنت نحاسب الذين لا يعملون بواجبهم، المهم أننا نحن نعمل بوظيفتنا. عندما لم يعمل شخص بواجبه تجاهي، شنو أنا وظيفتي؟ ولين العريك. قال رسول الله غلها، وصارت مشكلة، وصارت، صار تكرار في الحديث، وهذا قال شيء وذاك قال شيء، كلمة كبيرة مع رسول الله في ساحة الحرب.
حتى نزلت الآية الكريمة وما كان لنبيا أن يغل. المفسرون حتى لعله في بعض أحاديثنا هذا التعبير أكو، إن الله برأ رسوله. الله يقول إحنا النبي سارق ما عدنا، نبي غل ما عدنا. بعض المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي نكتة لا بأس أذكرها ونحن في موسم ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وميلاد حفيده وشبهه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين. بعض المسلمين شافوا أصلاً هاي مو مناسبة، يعني حسب عقليتهم ما يفكر الله قايل الله شيء غير مناسب، يقول الله يريد يتم الحجة علي وعليك عبر كل التاريخ. من أسبابه، مو أقول فقط هذا، أجى على حسب عقليته قال وما كان لنبي أن يغل. شنو ممكن النبي يغل حتى يبرأ ساحته؟ هاي مو مناسبة. واحد يقول النبي مو سارق، أنا أقول مو سارق، هذا إهانة للنبي نعوذ بالله. أما إذا الله ده يقول، الله هو إله رسول الله، هو خالق رسول الله، قال وما كان لنبي أن يغل. جو من بعده العلماء المفسرون ابن عباس غيرهم قالوا النبي يغل ويقتل، وما كان لنبي أن يغل. راد يقولون راد تكحلها عمتها، هذا راد يصلح من هالجانب. ليش النبي يغل؟ النبي يقتل، النبي يدس إليه السم، النبي يؤذى، النبي يمرض، بشر. أما ما يغل وما كان النبي أن يغل. بعدين الله قال ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. لين العريك، النبي قطعا حسب ما هو من مقطوعاتنا حسب الأدلة المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم كل غيب إلا ما استأثر الله به لنفسه فقط. حسب هذه الأدلة القاطعة رسول الله في ذيك اللحظة يدري من غلها كلمة واحدة ويقول يفضح الرجل وتخلص المشكلة. ليش؟ أمير المؤمنين يقول وكان وألينهم عريكة، تعامل مع الناس لين وألين من كل إنسان لين التعامل مع الناس. وألينهم عريكة، لو كان الشكل يسوي ما كان ألينهم عريكة، مو لأنه ليكون ألينهم عريكة، هالشكل كان. أنا وأنت أيضا باستطاعتنا، يحتاج إلى تمرين، يحتاج برحمة من الله قبل كل شيء، والدعاء الإنسان من مثل ما يدعو نعوذ بالله لمريض له، لمرض له، لفقر له، لحاجة مؤلمة تقلقه، لحاجة ما تخليه ينام، ما تخليه يستريح، خلنا ندعو أيضا لهذه الحوائج. هذه الحوائج أعظم ونعقل أنها أعظم، بس هاي الحوائج ما تعصر على عواطفنا. ألم جسمي معدنا،
خلي نحصل ألم روحي حتى ندعو بجد. يعني أيضا في عمرنا أحيانا ندعو: اللهم إني أسألك لين العريك. هالجمل من الدعاء نخلي ندعو لأنفسنا، ندعو مثل ما ندعو للمريض. المريض ندعو له ونودي للطبيب ونجنبه ما يجب احتماؤه عنه، من خليه يشرب ماء بارد، من خليه كل شيء محموس، من خلي كذا يسوي، ننطي دواء وندعو. مو فقط ندعو اللهم ارزقني لين العريكة، اللهم اجعلني لين العريكة، مو فقط دعاء. يصمم الإنسان يوميا نواجه أمور، إذا صمم الإنسان وتمرين سوى تمرين ممارسة، ممارسة لين العريكة، شوية شوية يصير لين العريكة، يضبط نفسه يضبط نفسه. يقولون هذا مو صحيح، الإنسان يكون لين العريكة لأن الناس يتعلمون على سوء الخلق، يتعلمون على التجاسر. لا تكن حلوى فتؤكل، هاي ما أدري يا آية في القرآن يا رواية، لا تكن حلوى فتؤكل. رسول الله كان حلوى وكان أسوى يولا، عائشة أكلته يولا، هاي مو أكلة هاي الكلمة. لا تكن حلوى فتؤكل يعني الصدق يأكلوك مثل الحلاوة، يعني يتعدون عليك يحجون عليك يتخاشنون معك. زوجة رسول الله يقول لرسول الله، ويقول لي يقول له يا رسول الله، مو في هالمورد، يقول لرسول الله، تقول له أنت أفضل الأولين والآخرين، تقول له، ولكن في هالموقف تقول له قل ولا تقل إلا حق. لا تقول باطل، لا تحكي كذب، لا تحكي شيء أنا ما مسويته. طبيعي الإنسان إذا صار لين يعصروه، إذا صار لين يحجون عليه، الخشن يخافون منه، الصخر الناس تخاف منه، تخلي بسمار على الصخرة وتريد الدق حيل الدق، تقول لا يواش يواش أدق صخرة، هاي خاف البسمار الصخرة ترد على ويطيح بعيني. أما إذا أرض لينة قوي تدق على البسمار. طبيعي. أما أنا وأنت المسؤول، هذا أولا. ثانيا بالعكس، التربية العملية مو سريعة التأثير، بطيئة التأثير، ولكن عميقة التأثير، باقية التأثير. كونوا دعاة الناس بأعمالكم لا بأقوالكم. هذا حديث، حديث آخر. كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم لا بأقوالكم، مو معناه أنه لا تأمر بلسانك بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، يعني لا ينحصر في ذاك، مو فقط في ذاك. أأمر الناس بالمعروف أنهاهم عن المنكر، أنا أيضا أعمل المعروف الذي أأمر به. بالعكس، التربية العملية هواية مؤثرة وعمية. كل واحد من عندنا لنا ناس، أكو هناك ناس نعتقد بهم بعض الاعتقاد بدينهم، بدينهم بأخلاقهم، شوف شلون نقتبس منهم. أيضا أنا وأنت نكون هكذا، يقتبس منا. ثالثا قل فلله الحجة البالغة.
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المنافقون منهم، هذول كيف تتم الحجة عليهم؟ بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله، والله يريد إتمام الحج. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هاي الفتنة شلون؟ امتحان، اختبار. طبيعي الإنسان إذا صار لين يضغطون عليه، يصارحوا، يسبوا، يغلطون عليه، طبيعي هذا. ليش صعب؟ هو هاي صعوبته، بس هذه هي الطريق. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد الأولين والآخرين. من حلية الصالحين وزينة المتقين لين العريكة. أسأل الله برسول الله صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام وبالإمام السجاد صلوات الله عليه، صاحب هذا الدعاء، صاحب هذا التعليم الرفيع، أن يوفقنا قولا علما عملا للين العريكة، والتأسي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.